بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، بانتهاء فعاليات البطولة 19 للأندية العربية لكرة الطائرة والسيدات، حان وقت التقديم والتتويج لمن كد وعرق وأنجز. اسمحوا لنا بتقديم ضيوفنا الكرام. ندعو كوكبة الرياضة العربية الموجودة بيننا على أرض الكنانة المصرية للمشاركة في تقريم الفرق. السيد محسن صالح رئيس لجنة الاحتكام، المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري، تفضل نجيب. الحكم الدولي توفيق إدريس السودان. الحكم الدولي بلحاد عبد الحكيم الجزائر. الحكم الدولي منى المكاوي مصر. الحكم الدولي مروة محمود حسني مصر. الحكم الدولي نجلاء طلعت مصر. الحكم الدولي أماني محمد مصر. حكم الدرجة الأولى منى محمود حسني. مراقب الخطوط أماني إيهاب، ريهام طلعت، سارة قط، منة الله صالح. كل الشكر والتقدير للسادة حكام البطولة، أدار هذه الحقوق البطولة حكام جميعهم آنسات وسيدات. جميع الحكام الذين شاركوا في إدارة البطولة، سيدات وأنسات من جمهورية مصر العربية، كل الشكر. والآن تقديم كؤوس المهارات الفردية، كأس أفضل معد، اللاعبة رقم 2 كهينة ششتوت المجمع الجزائري. يسلم الجائزة الأستاذ جعفر نصيب عضو لجنة الاحتكام في البطولة العربية، فليتفضل. تعال أستاذ جعفر، تفضل أستاذ جعفر. استني هنا. كأس أفضل لاعبة مركز 2. يسلم الجائزة الأستاذ عبد الله العدوان عضو لجنة الاحتكام في البطولة العربية، للاعبة رقم 6 جهاد محمد الصفاقس التونسي. كأس أفضل لاعبة مركز 3. يسلم الجائزة السيدة هناء حمزة
رئيسة اللجنة المنظمة العليا للبطولة للاعبة رقم 12 فريدة العسلاني الأهلي المصري. هناء هناء لف كأس ثاني أفضل لاعب مركز ثلاثة. يسلم الجائزة الأستاذ أحمد عبد الدايم مقرر لجنة الاحتكام بالاتحاد العربي ومدير البطولة للاعبة رقم 20 فرح محمد عباس نادي سبورتينج. كأس أفضل لاعبة مركز أربعة. يسلم الجائزة السيدة نوال شفيق عضو لجنة الاحتكام بالبطولة للاعبة رقم 8 زهرة بن سالم المجمع الجزائري. كأس ثاني أفضل لاعبة لمركز أربعة. يسلم الجائزة العقيد ياسين أمين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة واللاعبة رقم 7 فاطمة الخراط الصفاقسي التونسي. كأس أفضل لاعب حر أفضل ليبرو. ويسلم الجائزة المهندس ياسر قمر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري واللاعبة رقم 7 مريم مصطفى محمد النادي الأهلي. كأس أفضل لاعبة بطولة. ويسلم الجائزة الدكتور عياد المصراطي عضو لجنة الاحتكام للاعبة رقم 1 آية حمدي الشامي النادي الأهلي. صورة تذكارية للاعبات الحاصلات على كؤوس المهارات مع السادة ضيوف البطولة. عشان المصورين ما عدوش بس. خلي الفرق تيجي بقى. دخل الفرق نلتزم يا جماعة. اسمه ايه؟ الجزائر اسمه ايه؟ الفرق.
والان جاء تكريم الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الاولى. المركز الثالث هو فريق المجمع الجزائري والميدالية البرونزية. تفضل فريق المجمع جزائر. المركز الثاني وفريق الصفاقسي التونسي. المركز الأول والميدالية الذهبية والنادي الأهلي. يتفضل كل من السيد فراس الحلوجي الامين العام المساعد للاتحاد العربي للكرة الطائرة، المهندس ياسر قمر عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، لتسليم الميدالية البرونزية لفريق التجمع الجزائري. فريق المجمع الجزائري. يتفضل كل من الأستاذ فراس الحلوجي المهندس ياسر قمر لتقديم الميدالية البرونزية. الميدالية الفضية وفريق الصفاقسي التونسي. يتفضل كل من السيد جهاد خلفان الامين العام للاتحاد العربي للكرة الطائرة، العقيد ياسين امين عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، لتسليم الميدالية الفضية.
ظبط نفسك لو انت بقى. فليتفضل السيد محسن احمد صالح رئيس لجنة الاحتكام، المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، السيدة هناء حمزة رئيس اللجنة المنظمة لتسليم الميدالية الذهبية والنادي الاهلي. والآن جاء ختام التتويج كأس البطولة، يقدمه الأستاذ محسن أحمد صالح مندوبا عن سمو الشيخ علي بن محمد آل خليفة لكابتن النادي الأهلي. قريب في بطولة أخرى.
كل الشكر للجماهير المصرية لكرة الطائرة والاتحاد العربي والاتحاد المصري لكرة الطائرة.